هنا الجزائر في عدد جديد مشاهدينا الاعزاء في كل مكان مرحبا بكم تصريحات عبد الملك سلال على هامش افتتاح البرلمان امس اخذت منحنيات مختلفه هنالك من اهتم للحديث عن بقاء واستمرار الحكومه ولكن الاهتمام الاكبر كان عن طريقه الطريقه التي تراها الحكومه مثلى في هذه الفتره للخروج من الازمه الاقتصاديه وهي الاستدانه الداخليه. نتحدث عن المشهد السياسي بكل توجهاته ايضا المعارضه التي ستجتمع نهايه الشهر الجاري، هل ضبطت جميع اولوياتها وضيفي هو الدكتور محمد العقاب الكاتب والاستاذ الجامعي دكتور العقاب مساء الخير شكرا لانضمامك الينا، كيف نظرت الى يعني اهتمام الاحزاب تحديدا الموجوده في الموالات بمنصب الوزير الاول يعني تشوفها ظاهره طبيعيه يعني يتصارع الافلان والارندي بهذا الشكل هي شوف هي في هي في الحقيقه في الحقيقه انه حتى ما يكونش صراع في المستقبل وحتى يكون برلمان برلمان مستقر وحتى يستطيع المواطنون يعني محاسبه الاحزاب الذين انتخبوا عليها ينبغي ان اللي عنده الاغلبيه في البرلمان يشكل الحكومه م. ولكن اذا اذا مشينا في هذا الطرح معناه اننا نتكلم على نظام برلماني ولاننا نظام رئاسي يعني اعتقد ان ما جاء في الدستور الحديث هو انه الرئيس يختار رئيس الحكومه بالتشاور مع الاغلبيه اعتقد ان هذا في الوقت الراهن يعني اعتقد انه منطقي ومن حق جبهه التحرير الوطني باعتبارها تمتلك الاغلبيه في البرلمان ان تدافع على حقها ان تدافع على على تراس الحكومه ولكن ان تدافع بهذا الشكل الاعلامي المبالغ في هذا الضجيج والصخب الذي ترافق باتهام متبادلة حتى أن البعض قال من نصدق في نهاية المطاف المصدر المأدون اللي يقول باللي الحكومة لن تعدل ويحيى الذي يقول بأنه رجل المرح. يجب ان يكون الوزير الاول من اختياره واقتراحه يعني خلوطة. هي شوف هي الان المضاربات الاعلاميه والتصريحات الاعلاميه هذه واضح انه الاحزاب تسعى الى التموقع بالتزامن مع الدستور الجديد. هي دستوريا دستوريا وسياسيا الحكومه هي وخاصه الوزير الاول يعني من صلاحيه رئيس الجمهوريه، ورئيس الجمهوريه الان من حقه يقدر ينحي رئيس الحكومه ويقدر يجدد له، والاكثر من هذا كثير من النقاشات يقول لك متى يبدا يبدا يشاور، يعني يعني منطقيا يعني كل جبهه التحرير الوطنيه من سعيداني وهبط كلهم يقولوا الرئيس بوتفليقه هو رئيس جبهه التحرير الوطني اذا كان هو رئيس جبهه التحرير الوطني يقدر يشاور واحد يشاور نفسه ويدير رئيس الحكومه اللي يحب يعني هذه من ناحيه من ناحيه المنطقيه مم. الان يعني التصريح تاع حل البارح اللي يتكلم على يتكلم على الحكومه الان أنا السؤال اللي نطرحه اذا غيرنا الحكومه هل رانا رايحين نجيب حكومه جديده تستطيع يعني بخاتم سليمان ان ترتقي بالجزائر من المستوى اللي رانا الى مستوى الولايات المتحده الامريكيه مم. او بريطانيا او ايطاليا يعني اذا اذا كان خل... الذهنيه ف... ما دام الطرق والواقع يعني حتى الواقع. الواقع 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 الاجتماعي والواقع الثقافي وحتى الواقع الواقع الاقليمي يعني هذا انا في رايي هذه هي هذه هي السرعه القصوى اللي ممكن اي حكومه يعني حكومة. ولكن تتفق معي على ان بعض الوزراء يجب ان يكون هنالك تعديل حكومي قريب حتى ربما يتم التخلص منهم لانهم تحولوا الى عبء على هذه الدوله وعلى هذه السلطه. يعني لا نختلف من هذه آه. الناحيه، اولا لابد ان نشير الى ان الحكومه الحاليه يعني فيها يعني كثير من الوزراء يعني يقومون بعمل جيد، ما نقدرش ننكر الانجازات تتكلم عن نفسها، يعني حتى بعض الوزراء يعني حكموا قطاعات، يعني حتى الى النتائج مازال ما شفناهاش ولكن حركوا قطاعاتهم. ما نقدر نقول انه فيه وزارات يقومون بعمل جيد ولكن في بالموازاه انه فيه يعني وزراء اعتقد انهم يعني في غير في غير اماكنهم. في غير أماكن. ولكن, آه. ولكن هذه القضيه ما لازمش ننتظر يعني مناسبه تعديل الدستور، المفروض اي وزير يعني يثبت انه القطاع تاعو او ما قدرش يتحكم يعني في القطاع اضرابات ولا او شيء من هذا القبيل، المفروض رئيس الحكومه او رئيس الجمهوريه المفروض يبادر يبادر بالتغيير وهذه حاجه عاديه تحدث في كل دول العالم. طيب انت اشرت الى الظروف الصعبه التي توجد عليها البلد. ظروف امنيه واقتصاديه صعبه وقلت بان هذه هي السرعه ربما المثلى في مثل هذه الظروف التي يسير بها العمل السياسي والحكومي ولكن هل انت مع يعني حكومه تكون ممثله من احزاب بخلفيه حزبيه حتى يسهل محاسبتها ام حكومه التكنقراط هي التي تصلح لمثل هذه الاوضاع؟ والله انا من وجهه نظري يعني كاين بعض الوزارات اللي هي يصلح لها تكنوقراط وبعض الحكومات يصلح لها رجال سياسيين يعني لا يمكن ان نعمم يعني يعني على الاطلاق ولكن جربت الجزائر في فترات سابقه بعض الوزارات تكنوقراط ولكنهم فشلوا وجربت بعض الوزراء يعني خرجوا من الاحزاب وحركوا قطاعاتهم وتحكموا فيها بشكل بشكل جيد، اذا هي الالتزام وهي الاندفاعيه وهي الكاريزما تاع الوزراء هي اللي تخلي تترك القطاع يتحرك او لا يتحرك. صحيح. اذا اخذنا شخصيه عمار سعداني لانه الاكثر اثاره للجدل هذا الاسبوع وقبله وقبله ربما ايضا يعني وكأنه جاي يسعى هو يقدم نفسه كما قلت لك على انه احد اكبر المبشرين بالدوله المدنيه واجه الجنرال توفيق في فتره حكم هذا الاخير او في اواخر حكمه للمخابرات ثم يصطدم باحمد ويحيى ولا يستطيع ربما ان يفوز بمنصب الوزير الاول ثم يخرج طهر خاوه وهو وزير العلاقات مع البرلمان ليخالفه في الراي البعض يقول خاوه لا يتكلم من فراغ وانما لانه يشعر بان سعداني وظف واستعمل وانتهى استعماله وتوظيفه وبالتالي غيرت غير البعض لهجتهم هي شوف هي مدام مدام المؤسسات يعني المؤسسات سواء كانت برئاسه الجمهوريه وحتى الاحزاب يعني دام ما عندهاش ناطق رسمي واضح يتكلم باسمها كل واش كل تصريحات الاخرى هي تبقى تصريحات شخصيه وكل القراءات تبقى هي عباره عن تحليلات عن تحليلات سياسيه الان نقولوا هذا هذا يوحى اليه هذا كلام غير صحيح اذا كان يوحى اليه مثل وزاره الخارجيه عندها يعني ناطق رسمية حاجه ممتازه وزاره وزاره الدفاع في كل مره دير بيان حاجه ممتازه كاين بعض القطاعات وزاره السكن مثلا يعني من القسم الاعلام يتحكم في النشاط. طيب. اذا هذه اشياء ممتازه ما عدا ذلك انا اعتقد انها مجرد قراءات اعلاميه الان أه. قضيه سعيداني والصراع هذا اللي موجود بين يعني احمد ويحيى وسعيداني ان نشوفه ليس صراع بين حزبين وانما هو صراع بين شخصين شيء طبيعي ان احمد ويحيى يرغب في التموقع في مرحله ما بعد تعديل الدستور دي الان يرغب في يرغب في رئاسه الحكومه حتى يتموقع اكثر لانه المرحله القادمه مرحله حساسه ومعارفين احنا بعد سنه في انتخابات وربما بعد سنوات يعني في كذلك انتخابات رئاسيه اذا الحكومه <applause> يعني يعطي افضليه للحزب اللي يتراسها من اجل التموقع اكثر. أه وسعيداني من حقه يدافع على حزبه وهذه مش جديده بالنسبه لسعيداني. وهل يصلع ويحيى اصلا يراس الحكومه الان؟ هو دائما كان يعرف بانه اقل شعبيه في كل رؤساء الحكومه. من وجهه نظري من وجهه آه. نظري انه هذه هي الخلفيه الحقيقيه للخرجات الاخيره لاحمد ويحيى لانه عرف بدون يعني رضا الافلان اللي بحكم عنده الاغلبيه ولا بحكم النفوذ الشعبي بحكم رضا الافلال من صعب جدا ان يتسلم رئاسه من الصعب جدا اقول وليس من المستحيل من الصعب جدا ان يتسلم رئاسه الحكومه وكذلك من صعب جدا ان يتموقع في الانتخابات الرئاسيه القادمه ولكن اذا توجهنا الى خطوات اقتصاديه صعبه على غرار تلك التي تحدث بها السيد سلال امس الاستدانه الداخليه نحن ذاهبون الى خطوات صعبه جدا اقتصاديا وخيارات قد تكون غير شعبيه فقد يكون ويحيى هو الرجل المناسب يعني معروف بانه سرح عمال اغلق مؤسسات وكان يقول انا رجل المهمات القادره كاين اقدر من هذه المهمات اللي جايه يعني راجله يعترف المفروض المفروض المرحله المرحله الصعبه نسيرها بمخاطبه الجماهير وان تكون الحكومه حكومه اتصاليه وتقنع تقنع الشعب بان رانا نعيش فعلا بمرحله صعبه وتعطيل المعطيات حتى يكون مستعد للمواجهه لانه عندما تكون المرحله صعبه ما الوزير الاول وحده ولا ولا اي وزير وحده ولا ولا, ولا الجيش وحده المفروض المفروض حكومه وشعب كلهم يتجندوا المرحله الصعبه وانا نشوف ان الحكومه عندما اعلنت انها يعني ممكن تروح الى الاستدانه الداخليه وهي استدانه معمول بها في كل دول العالم افضل من الاستدانه الخارجيه صح تتكلم على التوجه الى اقتصاد اقتصاد ربما افكار اقتصاديه جديده هذا ممتاز والمفروض نشجع عليه الحكومه ريثما نشوف هذه الافكار الاقتصاديه الاقتصاديه الجديده لازم لازم احنا نجدد احنا كثير من الافكار الاقتصاديه صراحه نقولها افكار باليه مثلا مثل هذه قضيه 49 51 انا بالنسبه لي يعني فكره لي لا تصلح لكل القطاعات في بعض القطاعات صح الاستراتيجيه الاستراتيجيه ممكن حتى 100% من الحكومه ولكن قضيه النسيج اذا حبت الترك تجي دير النسيج في الجزائر مرحبا بها <applause> على حتى لازم نشرط عليها انا 51 49 <applause> 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 راك فاهم والاكثر من هذا ما عندنا احنا يعني يجب ان يكون هنالك قرارات ثورية لازم, لازم 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 احنا نفهم يعني ان فوا بور تو كيما نقولوا <applause> احنا كيجي مستثمر اجنبي ويجي الجزائر ويدير مصنع نهار يروح المصنع ما يديهش معاه الخبرات والمنتوجات اللي, اللي توصلت ما راحش تديها معها في الجزائر اذا لازم نوصل لهذه المرحله من تفكير القطاعات الاستراتيجيه لازم تكون تشرف عليها الحكومه باي شكل من الاشكال 51 49 ولا حتى 55 45 تدبر راسها ولكن كثير من القطاعات ما فيش لزوم <applause> طيب المرحله الصعبه الان اقتصاديا قد يكون من العسير اتخاذ قرارات راديكاليه بهذا الشان خصوصا عندما تكون تتخوف من ارتدادات شعبيه واحنا شفنا الاحتجاجات لم تتوقف انا اقول صراحه في مرحله البحبوحه انا صراحه نقول أنا لك الشعب الجزائري فهم الشعب الجزائري فهم وعرف ان المرحله صعبه وما نظنش انه راح ينتحر لانه علاش نقول لك الكلام آه هذا لانه آه يعني نكون صراحة مع انفسنا في وقت الرخاء الحكومه لم تبخل على الشاب وحتى انها لم تبخل على الشاب وجهت انتقادات كبيره من قبل كبير الأحزاب تبخل على نفسها ايضا بالفساد والمشاريع هذا شيء الكثيره وتسليم الصفقات <applause> بطريقه التراضي لا لا, لا احيانا آه أحيان شوف احيانا هذه قضيه صفقات احيانا التراضي مهم افضل من هذه الصفقات لا, لا ولكن لا التراضي المبالغ فيه قد يؤدي الى تضخم الاموال لبعض رجال الاعمال والمافيا على حساب تحديدا اذا كان شيء شي طبيعي كل واحد والان نشوفوا كاع الناس تتهرب من المحاسبه بحجه ان ركبت كاع في راس المخابرات والجنرالات بانهم كانوا يديروا تقارير تلفيقيه يعني حتى هذه على مستوى الدولة الرسمية وكأن هذه السلطة كانت تقول لنا حاجة واليوم أصبحت تقول العكس هي لا شوف هي آليات آه. المراقبة مهمة، آلية المراقبة مهمة سواء كانت مراقبة يعني برلمانية أو المراقبة إعلامية حتى وسائل الإعلام تلعب الدور تاعها والأكثر من هذا المراقبة عن طريق عن طريق العدالة وقلنا في بعض التحليلات أكثر من مرة أن العدالة ما لازمش تستنى حتى يجي واحد يحط لها ملف، المفروض حتى صحفي مهما كان صحفي ينشر خبر ينشر خبر المفروض تتحرك النيابة العامة للتاكد من من مصداقيه الخبر ومش نقولوا للصحفي اثبت انه الخبر هذا صحيح ولا كذب بل نروحوا للناس المتهمين نقول لهم اثبتوا البراءه صحيح دكتور العقاب قلت ان الشعب فاهم هل المعارضه فاهمه كل هذه التحديات الموجوده الان في البلد هي ستجتمع في نهايه مارس 30 مارس فهل تعتقد بان الاولويات مضبوطه والشكل يعني هل هنالك توحد على مستوى الخطاب لتقديم بدائل منطقيه ومقنعه؟ اولا المعارضه في حد ذاتها ليست متجانسه وهم كما يقول الشاعر احزاب وقبائل لكل حزب امير المؤمنين ومنبره يعني هم انفسهم ليسوا متجانسين لا سياسيا ولا من حيث الايديولوجيا مز متجانسين وبالتالي من الصعب جدا انهم يوصلوا الى اتفاق يعني ممكن ما عارف نشوف كما نقولوا بالدرجه نشوف من خلال النور كل ما هم اتفقت عليه المعارضه بكل اسف هو نقد النظام والمطالبه بانتخابات مسبقه والدستور ما فيه ولا شيء ايجابي ويعني قضيه التسويد هذه فقط أنا لا أعتقد أنها إيجابية. أنا من وجهة نظري أنه المعارضة يعني كثير من أحزاب المعارضة لو السلطة تناديهم وتعطي لهم يعني حقيبة حقيبة وزارية والله ما زادوا كلمة. أه. كثير من أحزاب يعني من... تعتقد بأنه ينبغي وجه... خداعهم بحقيبة حتى بعض التصريحات عرضوا عليهم بعض... لا 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 يا دكتور لا لا. عرضوا عليهم بعد الانتخابات العهدة الرابعة على المعارضة أن تنخرط في الحكومة ورفضوا ممكن آه. ممكن حالة واحدة شذى ولكن بعض التصريحات مؤخرا يعني من قبل بعض رؤساء الأحزاب لا هذوك ي... مش معارضة هذوك عندهم منطق المعارضه ولكن لا احنا لا احنا في الجزائر عندنا انت آه. قلتها احنا في الجزائر عندنا احزاب وكثير من التصريحات تدخل في اطار الاستفزاز م. وهذا الاستفزاز يعني انا من وجهه نظري لا مبرر له الا السعي لانتزاع مكاسب حزبيه او شخصيه م. للاحزاب وليس لصالح الجزائر اذا اذا شفنا ايضا احداث الاسبوع دكتور العقاب وانت في الجامعه وتعرف خطوره ما يحضر للاجيال وكتبت في هذا الاطار عن التربيه تحديدا هذا الاسبوع كانت كاينه جريمه قتل في وهران تلميذ قتل اخر في متوسطه بين قوسين لو حدث هذا في العاصمه لكانت هذه التلفزيونات العاصميه قطعت البث وقامت وقامت الدنيا والوزيره كانت في غليزان في نفس اليوم ارتكاب الجريمه على بعد امطار هي تروح اسكورتي الوهران في ظرف نصف ساعه ولكن لم تذهب بقيت في غليزان وتخوض في امور لا علاقه لها بالواقع فهذا هذا القطاع الى اين نحن ذاهبون في التربيه تسمح للعاقبه من المجالس التاديبيه تعاقب الغشاشين في البكالوريا نديروا ملتقيات وايام تحسيسيه للعنف ولكن العنف مستشري شوف يعني قطاع التربيه هذا قطاع صعب للغايه وكلنا أبن أنا يدرسون ويعني يعني رانا نعاني يعني اولا المعاناه مع البرنامج التربوي البرنامج التربوي يا استاذ يعني تصور يعني في المتوسط ولا حتى في الابتدائي يعني يقراوا تسع مواد يعني من غير من غير المعقول ان تلميذ صغير يعني ست سنوات سبع سنوات ثمان سنوات حتى في الثانويه يقراوا تسع مواد من المستحيل من المستحيل عليهم كثير وبالتالي هؤلاء هؤلاء الأطفال أو التلاميذ متى يفجرون طاقتهم؟ متى يفجرون مواهبهم؟ متى يمارسون الرسم؟ متى يمارسون الموسيقى؟ متى يمارسون الرياضه؟ سرقنا منهم طفولتهم الأطفال سرقنا منهم طفولتهم حتى يعني يوم الثلاثاء مساء يروحوا يديروا ساعة ساعات الدعم يوم الخميس والجمعة يديروا ساعات الدعم الاطفال ما راهمش يريحوا راهم يقراو اش 24 ليل ونهار وفي الليل يجوا يديروا التمارين اللي يعطيوها لهم وربما يزيدوا يحفظوا من المستحيل حتى فتره الامتحانات احنا في الجامعه الامتحانات نديروا نهار بعد نهار وكل نهار فيه, فيه امتحان واحد فقط التلاميذ في المتوسطه وفي الثانويه وحتى الابتدائي يديروا امتحانين في اليوم وكل يوم عندهم زوج امتحانات وقتاش هذا الطفل هذا يرتاح قتلناهم ارهقناهم سرقنا منهم الطفوله تحهم. والاكثر من هذايا يعني انه انه فيه مشاكل اخرى لا ترى في احيانا مشاكل حتى يعني من عارف فيها نوصفها بين بين الاساتذه وبين وبين التلاميذ يعني ربما التلميذ يشوف الاستاذ يشوف هذاك الاب هذيك يشوفها تلك الام وبعدين يروح يشوف يشوف استاذ ينتقم من من تلميذ خاصه في ما يسمى بالمراقبه المستمره اعطيت هكذا للاستاذ يعني بدون ضوابط تتصور انت واحد في الرياضيات مثلا عنده 15 المراقبه المستمره عنده خمسه اذا هذا هذا ظلم ظلم يعني لا يطاق هذا و... يعني واقع وبعدين اسود وبعدين آه وبعدين هذا التلاميذ هذا ممكن تلميذ يصبر 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 ويدير رد فعل تجاه الاستاذ او تجاه الاستاذ وهذا اللي لا يحدث والاكثر من هذا امام امام المدارس وامام المتوسطات يعني كاين 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 ناس حتى يتجرب المخدرات يعني اشياء يعني اشياء غريبة و زيادة على السياسة الموضوعة في هذا القطاع والان يعني ما تفتحت انت قضية قضية التربية، الان رانا نسمع يعني اشياء يعني وربما ربما تصريحات وربما معلومات وربما تسريبات انه انه فيه يعني توجه نحو اعادة الكتب الكتب الدراسية ولكن صراحة الكتب دي إذا فيه اعادة الكتب الدراسية فهي تعاد في غرف مغلقة وهذا خطير وهذا شيء خطير شيء طبيعي من يعيد هذه من يعيد هذه من يعيد هذه المناهج الفوتو. انا هذه ليس هذه لست متاكد منها أه. ولكن فيه كلام اسئله فيه فيه, أه. فيه كلام وفيه تساؤلات لا هو غياب الشفافيه في مساله مهمه كاعداد وهذا المناهج هذا كلام الدراسيه خطير يخلي الواحد يطرح ألف علامه استفهام الرئيس بوتفليقه عندما جاء يعني في, في سنوات 2000 وفتح مشاريع الاصلاح دار مشروع دال اصلاح المنظومه التربويه اصلاح القضاء اصلاح كذا المنظومه التربويه دار لها يعني خبير من تقريبا على الاقل 200 ولا 200 خبير م. وكانوا يشتغلوا في كلوب ديبا يعني في في شفافيه وفي وضوح الان إصلاح اللي داروه مليح مش مليح قبل النقاش والاصلاحات لازم تبقى مستمره لانه كل عصر يعني فيه فيه مستجدات وفيه مشاكله لابد الإصلاحات تبقى مستمره اما انك انت تعيد كتاب مدرسي يعني في ابواب مغلقه ولا واحد يعرف هذا الخبير اللي راه يديره وتخاف بعدين الكتب تكون مليئه بالتوجهات الايديولوجيه والله ما يعرف الامر هذه خطيره المفروض هذه قابله للنقاش مثل ما هو الدستور كل الناس كلمه على دستور توافقي المفروض حتى الاصلاح التربوي يكون اصلاح توافقي ممتاز دكتور محمد العجاب الكاتب والاستاذ الجامعي شكرا جزيلا لك على هذه المشاركه معي هذا تحليل ابرز احداث الاسبوع مشاهدينا الاعزاء بعد فاصل قصير ضيفي هو اللاعب الدولي السابق محمود كنتوس مرحبا بكم مجددا مشاهدينا الاعزاء الى القسم الثاني من برنامج هنا الجزائر وضيفي فيه وجه كروي بارز معروف بارائه الجريئه والحاده والصريحه رغم انها خلفت له العديد من الخصومات في الوسط الرياضي وخارج الوسط الرياضي ولكنه دائما ظل متمسكا بها رغم كل ما قيل عنه هل يمكن ان نصفه بالمثير للجدل ربما ولكن هو أيضاً لاعب دولي سابق ومدرب والآن محلل رياضي. بالرغم من انه طلق هذه المهنه غضبا على من اقتحموها في السنوات الماضيه، وهو ايضا المدرب الوحيد الذي درب فرقا من ثلاث قارات مختلفه. محمود قندوز مساء الخير مرحبا بك. شكرا, شكرا. لتلبيتك الدعوه. يعني لما نقول مثير للجدل والمشاكل، ودائما يقولوا محمود قندوز مرتبط بالمشاكل، يعني هذا الشيء يغضبك يعني ياثر عليك من ناحيه الصفه هذه والله العكس تزيد لي يعني قوه وتزيد لي صلابه في الموقف تاعي وإحنا يعني ندافع الجزائر لان كنت مدافع واليوم مانيش نهاجم راني ندافع كل يوم يعني لكن مدافع في كلاعب ومدافع الان في اللعبة. نعم نعم لان اليوم يعني الناس غزوا الكرة القدم الجزائريه وكل يعني الناس في الجزائر عارفين مش اللي عطاو الاسم تاع يعني لا كريتيك ولا ولكن الناس اللي اللي عندهم دي بارابول ويشوفوا كره القدم في العالم كيف تمشي كره القدم هي تمشي باللاعبين تاع كره القدم الا في بلدنا انا راني نعمل شيء هو ندافع على المهنه تاعي وحقي تشوف اللي هذه المهنة دخلوها بزاف ناس آه على مستوى التسيير آه على مستوى التدريب آه على مستوى التحليل آه الآن كاين بزاف دخلوا مجال كرة القدم هذه آه راجعة أخي العزيز اللي آه آه لنا تعرف أول آه زمان كان آه آه كرة القدم يعني آه كان ما حكمتها الدولة يعني م. كان احتراف م. يعني على الطريقة الروسية م. التغيير على الفتره تاع ما بعد الاستقلال يعني في السبعينات الثمانينات يعني كان في اصلاحات يعني. يعني كانت الدوله هي اللي متمسكه يعني ما كانوش دي بينيفول التغيير يعني ما كانش فتره انتقاليه يعني لما تغير النظام السياسي في الجزائر في التسعينات يعني م. المفروض يكون عندنا فتره انتقاليه باش نتعودوا على النظام الجديد م. مع الاسف هذه الفتره هذه كان فيه مشاكل يعني في 88 يعني احداث اكتوبر اكتوبر آه. ومن بعد جات العشرة س... العشرة السوداء في هذيك يعني الدولة كانت لاتية يعني بالحرب ضد الاسم الارهاب آه. في هذيك الفترة الشعب يعني ما ساعدش باش يعني الدولة تتقل هذا الموضوع يعني كانت فوضى وكانت يعني تعفن وكان يعني كل واحد انا سمعت تحاليل كثيره ولكن هذا التحليل انا نعتبره فريد من نوعه تقدمه سي جندوز لانه تربطها بالوضع السياسي في البلد الانتقال من التسيير الاشتراكي الذي كان ينظر الى حتى من يمارس كره القدم ويحمل الالوان الوطنيه على انه جندي يدافع عن الوطن هذا هو المرحله اللي تقول بان اكتوبر 88 بعدها الفوضى السياسيه والارهاب ومكافحه الارهاب الدولة تراجعت في مقابل صعود نوع جديد من التسيير، اشخاص، بارونات، مافيا ربما ما زلنا بصح بالك واحد يسالك باللي هذيك المرحلة ما كانتش كان مرحلة انتقالية، الآن بعد كل هذه السنوات علاش ما قدرناش نعود ماشي نرجعوا للمربع الأول كاز ديبار للتسيير الاشتراكي ولكن آه، نرجعوا للدولة تفرض قوانينها تخلي الناس تحترم القوانين في كرة القدم أنا والله ما نقدرش نعطيك تحليل سياسي لأن أنا م. رياضي ويعني باقي يعني آه في الميدان تاعي وندافع على الرياضة ولكن عندي يعني يعني ثقافة عامة آه يعني اليوم اللي لل... لل... الأشياء اللي صراوا في العشر عشر... سنوات هذيك يعني محرمات يعني أشياء اللي يعني تقدر تقول خلقت بارونات وامراء تاع ال يعني الفساد في الرياضه ولكن الدوله يعني تغلب عليها الامر وصبحت ضعيفه اليوم الدوله يعني الدوله الرياضيه يعني مش نحكي لك على اليوم أه عادزه ويعني واليوم راهي تستعمل في كره القدم لابي سوسيال يعني اه السلم يعني ايوه أه وعارفين الاموال يعني باهظه اللي تصرف على صح ولكن اهم شيء هو يعني ت ترقد الناس آه. بدليل انه لما الفريق الوطني يكون بخير ويشارك في نهائيات كاس افريقيا ولا كاس العالم الاوضاع الاجتماعيه تكون جيده لما تصرى مشكله في الفريق الوطني يعني نقول اليوم آه. مثلا مثلا مش ولكن نلاحظ ان فيه تقشف وفيه يعني في بعض الامور ولكن المنتخب المنتخب اليوم خارج آه. على هذه الاستراتيجيه خارج سياسه التقشف وترشيد النفقات يعني هذا مازال عنده اموال هذه الخبزه و... و... نتاع السياسيين آه. لا وكاين اموال كثيره ماشي برك للمنتخب الوطني بصح يعني البعض يسال رانا في عهد الاحتراف البطولة الوطنية دخلت مرحلة الاحتراف عندنا جماهير تذهب إلى مباراة كرة... مباراة كرة القدم بالرغم من أنه البلانينج جديد معظم المباريات ويكلو بدون جمهور وعندنا أموال صرفوا على الفريق الوطني لأنه مصدر الفرحة على الجزائريين الوحيد في وسط قحد <applause> الزعاف اللي أنا عايشينه في السياسة وفي الاقتصاد وفي ف... وش رايك في الاحتراف اللي وصلنا له الان؟ هل هو احتراف؟ هل تصدق هذه الكلمه؟ يعني الاحتراف لازم له تحضير يعني الذهنيات، إحنا كنا في نظام اشتراكي وقلت لك الفتره هذيك باش نتعلموا الاحتراف هذيك الفتره الانتقاليه يعني ما مريناش عليها يعني من من يعني كان الرياضيات يعني كان نظام اشتراكي مرينا للفوضى، يعني ما كانش في الوسط كيفاش نتعلم ما زلنا في الفوضى ما زلنا في الفوضى ما زلنا في الفوضى يعني. واليوم اخي العزيز يعني فرضت علينا الاحتراف لان الاتحاد الدولي كرة القدم اعطات يعني مهله لبعض يعني بلدان كثيره باش يدخلوا في نظام الاحتراف وكان احنا ما عندناش مش مؤهلين يعني مش اون سي با بري يعني بور بور سيت نوفيل افونتور يعني اه مثلا واش هي شروط الاحتراف اللي تشوف يعني باللي ماهيش متوفره ما متوفر عندناش احنا يعني احنا حرين ويعني كنا قادرين نقولوا نو او اما هو نزيدوا اربع سنين ما عندناش الملاعب كان اليوم مثلا انت تقول لي ولا الناس تفكر او في الخارج اللي نحن عارفين في بلادنا العالم يشوف فينا احنا قوه في رياضه ولكن نقول مثلا نادي الحراس اتحاد الحراس مثلا <متحدث> يعني النادي محترف ولما نتكلم عليه نتكلم عليه كنادي جزائري يعني مش باش ما يغيضهمش الحال الحراسيين لان الملعب يعني نورم يعني حتى في يعني الهوات ما لازمش يلعبوا فيه هذا كيف يعني انت تقول احتراف لأن احنا نقول انا غلطه ما كناش بري باش نغلط مسؤول على يعني المسؤول على هذا الغلطه يعني شكون المسؤول على الدوله يعني الدوله, الدولة دولة لما وافقنا على الدوله اليوم في عود اللي ترمم او تصلح الاخطاء راهي تزيد تستعمل في كرة القدم باش ترقد الناس لما تقول ما عندناش ملاعب ولكن احنا ترشحنا لاستضافة لا كأس إفريقيا وين اه قدام ما والمغرب قالوا <applause> لا انسحبت لأن الجزائر لا 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 كانت مترشحة ومصر أيضا انسحبت باش ايوه ايوه الجزائر ايوه تترشح نعم في نعم يعني نعم الخطاب الرسمي يقول باللي <applause> رانا لا بس علينا هذه النقطة اللي الناس يعني مثير للجدل ولازم نفكروا كيما هما بالعاطفه ما لازمش يعني نخدموا عقولنا احنا مش قادرين ننظموا حتى العاب تاع المغرب العربي مش قادرين وين نقدر وين المنتخب الاول عنده ملعب كبير يلعب في بليده يعني وين يعني هو يتهرب من التقدم منتخب يهرب من التقدم يعني مو راح تديرهم هذا كاس افريقيا ف... ونزيد نقول لك شيء يعني با فورسيمون يكون عندك ملاعب حتى ثقافة استقبال الأجانب كيف نستقبلهم؟ هل نستقبلوا مثلا دي فام دي فامي من الأفريق ولا من المغرب ولا يستقبلوهم نساء؟ حنا نسمع روح يروحش الستاد. ما نكذبوش على أنفسنا، إحنا رانا متأخرين. ومنتخب الحالي ما يمثلش الكرة الجزائرية، بين قوسين مش البلد، الكرة الجزائرية. أنت قلت لي باللي أنت كنت مدافع بصفتك لاعب وما زلت مدافع. ولكن هذا لا يعني بانك هاجمت في كثير من المرات وتعرف احيانا المدافعين هم اللي يجيبوا الاهداف الحاسمه في المباريات الاولى تاعي جبت تسع اهداف آه في المباراه كمدافع كمدافع مع الفريق الوطني, لا آه مع الفرق الوطني مع, مع الفريق الوطني يعني. اه اوكي لما تقول مثلا كاين مجموعه تصريحات انا لما ندير جوجل محمود قندوز كل هذه التصريحات يعني واحد فيها يدير مشاكل لما تقول كره القدم انتهت مع جيل 82 وتقول على ليكيب ناسيونال ما تقولولهاش ليكيب ناسيونال قولوا ليكيب ناسيونال تاع الهيك. ولما تقول ما نستحقوش كاس افريقيا وتشكر الكونفدراليه وحياته على انها اختارت الجابون. يعني هذا يجعل البعض يقول محمود قندوز عنده مشكله ماهيش مع من يسير كره القدم بالك عنده مشكله مع البلاد مع الجزائر هكذا قال البعض واش تعليقك؟ <applause> والله تعرف اليوم اصحاب المصالح قادرين يكسروا يعني يكسروا الناس وكل على مصلحتهم انا اعطيك مثال صغير وهذا يعني تقدر تلاحظ م. منتخب عزمنا فلسطين م. ملعب خمسه جويه يعني انت ما تقدرش تعزم واحد عزيز عليك يعني تعطي له اشياء اللي تحبها انت ملعب خمسه جويه دي. العالم لما يشوف المباراه هذيك يشوف ان عندنا امكانيات يعني الجزائر عندها ملعب كبير صح لما تلعب مع اثيوبيا يعني ما دام انت فلسطين في ملعب معناتها يعني قدرتهم وعطيت لهم حاجه غاليه عندنا مع في اثيوبيا بعد 10 عشر ايام ما نلعبوش خمسة 5 جويه لعبوا في بليده هذا تقدم ولا تاخر يعني كيف تكون يعني كيف هنا تايد هذا الناس ولا كيف يعني هادو الصوره تاع الجزائر يخلوها اللور مصلحه الشخصيه يعني انت لست ضد الجزائر وانما ضد لا اصحاب أنا المصالح آه. انا شوف انا من الميدان انا مانيش ندخل عمري الواحد اللي ما دخلت ولا في السياسه ولا في اي شيء قاعد في ميدان تاع كره القدم ولا نتكلم نتكلم يعني بموضوعيه واقعيه ماهيش بال ولكن الفريق الوطني سي محمود لا ما مش فريق وطني فريق وطني قلت عليه باللي هادو ماشي هادو نتاج المدرسه خلاص خلاص الفرنسيه نتاج المدرسة أيوه. الفرنسيه يعني بصح هذو تعني تاش المدرسه الفرنسيه هما أيوه. اللي راهم دايرين نتائج لا 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 كبيره. لا 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 مش آه. مش مش فرنسيه قادر يكون انجليزيه كان يقول من كولومبيا قادر يكون هذا الاسم تاع فرنسا يوجعنا احنا الجزائريين مم. الاسم تاع فرنسا يوجعنا بس لما تقول هذا كان يلعب في انجلترا منتخب الانجلترا يعني احنا ما قلناش هكذا احنا قلنا هذو اصل جزائري ولكن التكوين مش جزائري وهذا مشروع يعني مم. وهذا يعني حقيقه والأولوية أخي العاز الأولوية آه الأولوية هو يرد الجميل البلد اللي كونه ما لازمش يكون منافق ما لازمش يكون إذا جاي إحنا يساعدنا ولكن عمرنا ولا قلنا هذا لاعب مش جزائري أو لاعب متكون هنا طيب لما تشوف صورة رئيس الاتحادية الوطنية لكرة القدم واليوم مثلا المدرب الوطني النخب الوطني سيد غوركيوف سوف يقدم القائمة الموسعة للاعبين اللي راح يشاركوا في وضم في القائمة لاعب بنزية ويعني بنزية شفناه مع صورة مع السيد رورا على أنه إنجاز كبير أنه في نهاية المطاف اختار أن يحمل الألوان الجزائرية أنت كيف تشوف هذه الصورة هل تشوف باللي صح هذا يساهم في تقدم الكرة الجزائرية أم أن هؤلاء اللاعبين تكبروا عن الألوان الوطنية وكان يجب لا نذهب إليهم أصلاً شوف الجزائر انا نقول مش لي يعني مثلا واحد تعرض صاحبك ولا توري له الجزائر يعني من مطار جديد لي زوتوروت الشجر في الطريق تديه الفندق هو يفكر هذيك هي الجزائر اما الجزائر مش هذيك الجزائر لازم تروح لي كارتي فوبيلار تشوف الناس كيفاش تعاني هاي الحقيقه تاع الجزائر المنتخب مش هذاك هو الكره الجزائريه هو الشجره اللي تعطي انا ما مش نتكلموا على هذيك روى راه حتى اذا راح كاس العالم وانا نقولها اليوم المنبر هذا وقلتها في كل المناسبات محمد راه راه صاحبنا احنا ولكن ما يقدرش يكون صاحبي على حساب المصلحه العامه مش على حساب مصلحتي انايا حتى اذا راح كاس العالم ونشان له ولكن تلقى كل يوم مش واقع الجزائري هذه هي وبنزيه لما هاد اللاعبين الجدد اللي راهم يفاوضوهم باش يدخلوا للفريق الوطني التفاوض في نادي مولودية الجزائر أو اتحاد تفاوض أما المنتخب ما تفاوضش م. المنتخب سي اون سيليكسيون اون ريكروت با دونك هذا سي ان كلوب لالجيري سي ان كلوب ورئيس الكلوب هو راو وعنده اون اا انا نقول يعني زاد عندك مشاكل مع محمد رورو؟ رو. لا 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 صاحبي لا لا في 2000 كاع هذه الهضره اللي كتقولها ضد لا لا الفريق الوطني لا 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 و... لا, لا أنا مش لا كان فرق ومعروف بلي رورو لا يحب الانتقادات كثيرا و لا لا آه لا, لا رو رو عنده مهمه وحنا رانا مع يعني مع تعرفين في كان في كان 2010 انت كنت محلل في قناه الام بي سي الام بي سي كنت في صدى الملاعب مع الاعلامي السوري مصطفى الاغا وثم فاجات الناس فجاه باللي اختفيت على التحليل وخرج مصطفى الاغا قال أه نحن كلنا مسؤولون عن محمود قندوز الذي قرر ان يستقيل من مهنه المحلل وكان بزاف قراءات قلت لي انا ماشي سياسي ولكن راحوا ناس للسياسه قالوا تلقيت تهديدات من طرف مسؤولين نافذين في الدوله حتى لا تتحدث عن الفريق الوطني لا انا كنت في اول شيء في قناه يعني اجنبيه ولما نكون في قناه اجنبيه مثل بلدي يعني نعرف واش نقول وما لازم نتكلم بالعاطفه ومع الاسف يعني الجزائريين اليوم صبحوا كل يعني ضعاف يتكلموا بالعاطفه ويتشراو يعني بسرعه في الرياضه انا نكلم لك آه والشيء اللي صرا في, آه في الـ في الام بي سي كنت حل موضوعيا يعني م. كنت فنيا ما كنتش نتكلم شيء ثاني العكس لما كان المباراة مع الجزائر في مصر مع مصر في م. كنت الوحيد اللي كنت يعني في الجبهه كنت ندافع ما كان مع حتى واحد كنت وحدي بس م. لما دخلونا لنا تعرف المصريين في الامور يعني تاع الشهداء ودخلونا في م. م. كنت ندافع طيب نذكرك ونذكر المشاهدين المكالمة الهاتفية اللي درتها في ام بي سي لما آه بررت سبب آه توقفك عن التحليل في نسمعها مع بعض ونعود للتعليق لقيت آه نفسي يعني آه نشتم من بعض الشباب يعني المحمسين اللي بصراحة يعني راحوا شوي بعيد في كلامهم وخاصة منهم يعني النساء اللي يتصلوا كثير وتعرف النساء يعني بصراحة يعني واحد كرجال ما يقدر يواجههم و ما نسمحش لحد يتكلم في مكاني لانني انا مدرب وانا رياضي واحد يتكلم تحليل في مكاني او واحد يعرف احسن مني اذا ما كان من الميدان ما نتقبلها وهذا الشيء ما تقبلته. صحافي عنده شغله، المهندس عنده شغله، كابتن محمود قندوز عنده شغله هو الرياضه، والرياضه انا نتكلم فيها. واحد ما يقدر يملا لي كيف يلعب المنتخب الجزائري او كيف لعب المنتخب المصري او كيف لعب الكاميروني انا صاحب الشأن. تقول في المكالمه شتمت من طرف شباب ونساء يعني حتى النساء دخلوا على الخط رغم انهم ما يتموش بكره القدم ولكن كانت منافسه شعبيه في تلك المرحله يعني احيانا تصوروا من بعيد ان محمود جندوز قوي ما توقفوش الشتيمة تعرف بلي من يلعب كره القدم في الجزائر دائما يشتمون لناس لاعبين يعتزلوا المباريات لانهم يشتمون بامهاتهم حتى في الملاعب فكيف يعني تاثرت الى هذه الدرجه حتى تتوقف عن التحليل؟ تستسلم بالكلمه. لا هو المشكل ما جاش مننا انا جا من عند الناس اللي يرسلوا لك بعض الاولاد صغار ولا يعني ليزادوليسون ليزادوليسون هذوك يسبوك يا الحركية هذه وحنا عارفين ان راح يرسلوا لنا هذه الاشياء ولكن كيف نعتبر نفسي يعني انا لعبت 10 سنوات في في المنتخب الجزائري وزيد بين قوسين وهذه نقولها لك ممكن ليك سي هذا كنت عنصر اساسي وضروري في المنتخب تتصور انا غدوه في البلاطو راح نخلي اي واحد يتكلم في مكاني ابدا خاصه اذا ذاك الواحد كان بومبيست وراه مدرب ولا طاكسيير مدرب هذا يتكلم معايا ما خليش يتكلم كي تكون تلعب بالمنتخب الجزائري انا اللي نتكلم وماجار اللي يتكلم وبلومي اللي يتكلم وزيدان اللي يتكلم بلان اللي يتكلم مش اي واحد يتكلم ها اللي يخليك تولي هنا يعني يخلي يعني بعض المرات ابدا آه يعني انت مم ممكن توافقني قاده اذا تكون مثلا صحافة في ملتقى ويجي واحد كاتب واحد يحترم كاتب لا انت ماكش محلل عادي انت تحلل بخلفيه انك تاريخياً لاعب ايضا قديم ورفعت الرايه الوطنيه في كثير من ولكن انا سؤالي انه بعد هذيك الفتره واش تغير في علي في محمود قندوز واش تغير في تصرفاتك هل اصبحت لغتك هادئه اكثر هل اصبحت لا 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 تثير مشاكل لا 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 لانه ك بزاف سي قندوز يقولوا باللي المرحله هذيك مع المرحله اللي عودت ترجعت فيها مثلا مؤخرا وليت عاقل بزاف بارابول اللي كنت في هذه هذيك كانت كاس افريقيا يعني لما تكلمت انا والكلام اللي قلته انا يعني مش خارج على انا قلت لما خسرنا 4 0 مع مع مصر وانا كنت في البلاطو والعالم العربي شو فيا يعني م. ما نقدرش نقول العكس قلت لهم ان فريق مصري قوي احنا كنا في الشارع وما عندناش فريق مليح هذا هو اللي وهذو كانوا يستناو تتكلم لهم واش يحبوا هما وهذا نقول هذه يعني يعني المشكلة تاعنا هي العاطفة في آه لما بعد لما وقفت قلت يعني سافو با إذا كل مرة تكلم واقعيين يسبوك صح قلت للأخي مصطفى الآن قلت له خلاص يعني أنا مش إنسان اللي ما لك تصر وتصم يعني آه باش نكون معه وكنت معه في كاس العالم طيب انت ذكرت مقابلة فلسطين آه وانت دربت في فلسطين في رام الله آه دربت هنا نادي الأمعري آه في رام الله وهو نادي في الضفة لانه يعني كان بزاف قالوا تشد شفنا صورتك في القدس الشريف في يعني بعض الاسئله طرحت مش عارف انت جاوبت عليها على كل حال حول التعامل مع الكيان الصهيوني كيفاش كنت دير تدخل يعني هل هنالك تاشيره اسرائيليه على جواز سفرك ام لا؟ والله انا نقول لما رحت فلسطين وشفت قبل ما نجاوبك على هذه يا اخي العزيز فلسطين محتاجين المساعده محتاجين البلدان العربيه تكون قويه مش يبعثوا لهم الروز مش لسانهم طويل مش الشعارات هاوليك العرب كيف عايشين اليوم يا اخي العزيز لما يضربوا غزه يضربوا هذيك غزه بالملايين الاطنان تاع العرب كلهم لسانهم طويل لما تخلص الحرب واش يعملوا؟ يجيبوا الكاميرات ويبعثوا الروز ويبعثوا المقارون ويبعثوا ورانا مساعدات مش هذي انا رح نساعد اخواني الفلسطينيين حتى اذا كان بيني وبينه عدو لازم نشوف كيف ندخل نساعدهم المفاجاه الكبيره وين في رام الله فاتونا قبلنا الاعداء هما اللي يعاونوا في فلسطين انا كنت في نادي امعاري لا يمثل مخيم اللاجئين م. هذا هو النادي اللي كنت فيه هنا. انا فرحت وقلت جزائري جاي يساعد اخوانه عملي مش لسان م. لما وصلت هناك لقيت روحي انا متخلف كاين البولنديين، كاين الامريكيين، كاين الفرنسيين جنسيات مختلفة كل واحد مختص في شيء آه. واحد في العمران، واحد في الدرس هم الفلسطينيين محتاجين الملموس. احنا في الجزائر كيفاش عايشين؟ لي درابو تلقاهم بارتو في لي سطاد ها وانا نقول هذه مشتركه انا عارف وش قاصد انا عارف واش قاصد كيفاش دخلت آه. لا الى رام الله نعم الى رام الله يعني, يعني رملا. كيفاش دخلت وكنت تما يعني تقدر تكون انت فلسطيني اكثر من فلسطينية ما تقدرش تكون م. كان 20 كان مليونين فلسطيني عايشين في اسرائيل آه في اسرائيل داخل إسرائيل. عرب اسرائيل عرب, عرب آه يصلوا عرب 48 ويدافعوا على القضيه تاعهم ولكن عايشين لتم شيء ثاني لو نومبر دو فلسطيني عاد الفلسطينيين يروحوا كل يوم يخدموا في اسرائيل ويرجعوا لرام الله عدد كبير شو انا نقعد نستنى ولكن هذا مع احترامي لنواياك طيبة في أنك تساعد الفلسطينيين كان سياسة عدم التطبيع مع الكيان الصهيوني وهنالك اتفاق مع منظمة السلطة الفلسطينية على أن لا يدخل العرب حتى إلى المسجد الأقصى ما دامت الأمور السياسية لم تحل كورقة ضغط على الكيان الصهيوني طيب هذا ما دلكش مشاكل في الجزائر أن كنت في فلسطين عاودت وليت الجزائر وين يديروا المشاكل؟ آه. على مستوى الرسمي الجزائري في انك طبعت مع الاسرائيليين <applause> لا تعرف انا ما نعمل سياسه انا كي يكون خويا ما عارف وين يحب المساعده نروح له يعني ما نش نادم على وانا ما نتبعش يعني بصراحه يعني انت يعني. ساعدت الفلسطينيين كشعب يحتاج الى مساعده اخي انا ده. ممنوع نخدم هنا وين نخدم؟ هاي حبيت نروح نخدم وين نخدم؟ مم. ممنوع انت ممنوع من العمل في الجزائر؟ يعني مش ممنوع يعني مش ممنوع كي يقول لك لا وريني اللاعب كان هذا كره القدم يدرب هنا يعني ممنوع عندي نعطيك شيء ثاني شيء ثاني تفضل مثلا ال 아... ااا واسمو لي شان بيبليك كان على هادو ما نشاف تاع الدولة تاع <تلت> الدولة التلفزيون تاع الدولة كي تمنعني نهضر ونحب نعبر لازم نروح للعاد ونهضر وانت ممنوع انا راك تعبر عندنا هنا وما نشعدوه لا 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 آه. لا قلت لك اذا ما كانش اذا كان غير شان بيبليك انت ممنوع من التلفزيون العمومي من 10 سنوات ممنوع بقرار رسمي ولا ممنوع هكا تاع واحد طاحت له في راسه وما يجيبش كندوز هذا لا لان هذه نرجع نرجعوا ليها هذه تاع لي شان بيبليك هذو لانه هما المهم تاعهم سو با ليماج دو لالجيري سي سي ليكيب ناسيونال ليكيب ناسيونال حاكمه للدوله يعني يكذبوا ما يحبوش واحد يقول الصح بارك الله وفي البلاطو يجيبوا اي واحد هاد تكون تمشي على حساب هذا ما كان وفي التدريب علاش ماكش تدرب في الجزائر؟ وريلي وانا ماجر يدرب مرزقاني يدرب شكون يدرب؟ ماجر يدرب الفريق الوطني لو عنده غدوه لا لا يشوف لا باللي لا لا. ما يقدرش يدرب نوادي لانه لا لا. هو مدرب تاع مستطني هكذا يقول ماجر بلك بلك على كل حال بالك انت بالك كنت قادر تدرب انت مولود في الحراش على ما تدربش اتحاد الحراش تحب نصر حسين داعي ما تدربش نصر حسين دي. لا هذا مش مسألة يعني مثلا رئيس نادي ما عندوش مشروع يعني واش المشروع تجي أنت؟ هو رئيس النادي يجيب مدرب متفاهمين ويخدموا لي ماتش ولا هذه كرة القدم الجزائرية م. أنا يقول لي تخدم الماتش دونك ما نقدرش هما كاع النتائج في الجزائر ولا استراتيجي ولا بوليتيك في الفوتبول الجزائري سي لا ماغوي ستة لاعب بالنتائج هذه دونك هذا إقصاء غير مباشر حكينا على فلسطين المقابلة الكبيرة اللي كانت مع فلسطين وفاز فيها المنتخب الفلسطيني بشكل يعني حتى الشعب صفق لهذا الفوز الفلسطيني أنا فتشت مش عارف مش تكشل منصة الشرفية يوم الماتش بالرغم من أنك دربت في فلسطين ومن المفروض تكون أنت أول واحد تتم دعوته والله منصة الشرفية اليوم في الجزائر تروح للبزنسية يعني مش الأهل يعني مش مختصين بال حتى ممكن في سيكتور ولكن م. احنا مش تاع منصات شرفيه احنا لا, لا المشكل اللي صرا مثلا في قبل ما نتكلم على العرس ولكن انا استقبلني سفير عيسى تاع فلسطين قبل ما نمشي وقال لي نرسل لك دعوه رسميه كونك انا اول جزائري درب في, في آه فلسطين لكن آه. انا لما جيت هنا يعني ما يعني ما ما لقيتش مكاني وعرفت ان ممكن يكونوا شطبوني على مستوى الاتحاديه الجزائري لكره القدم وكانوا في في المنصه كانوا ناس يعني ما عندهم ولا علاقه مع كره القدم ويعني ما ما يعني انا عارف انا مسبقا عارف ان الحضور تاعي يعني يجيني ناس شكون الناس؟ يعني نتاع كره القدم قلت لي صديقي نعم قلت لي وصاحبي صاحبي لا لا شوف بين يعني كصديق اذا ممكن يعني تكون صديق س... ممكن على الورق انت صديق ممكن تصديق ولكن لا بوليتيك تاع الهروب الى الامام ما تعجبنيش طيب محمود قندوس في الوقت المتبقي نجاوبه بسرعه لانه كاين اسئله كثيره وانت شخصيه ما شاء الله ثريه عندك مسار كبير ولكن هل تراجعت على قول بان كره القدم انتهت في مع جيل 82 ولا ما لا زلت لا لا ابدا لا, لا ابدا آه. لا ما لم تقول هذا الكلام ابدا مش 82 اه في حوار للشروق 80. 17 ماي 2015 قلت بان كرة القدم جيل 82 النية كملت في 82 الاحتراف كمل في 82 والله هذا كان احتراف على الجزائرية على الروسية ولكن كاين الناس من نفتح كاين الناس اللي اللي روجوا وحبوا يعني يعني يمحوا كل الشيء اللي عملناه احنا لصالح اللاعبين الجدد والايوه <سؤال> <والمتد. سؤال> باش تعطي لهم مصداقيه يعني لا بوليتيك اللي راهم يديروا فيها بصح كاينه مشكله بين الاجيال كاين مشكله تاع لي جينيراسيون جيل 82 وجيل 2010 و... ابدا ابدا أه. احنا نتكلموا ما نتكلموا ما نتكلموش جيل نتكلموا يعني الاجيال من 62 62 حتى اليوم حتى اللاعبين هذو اللي راهم جايين من مغتربين ما نتكلموش عليهم نتكلموا على شيء ثاني اما فنيا ابدا فنيا مثلا اذا قلنا أبداً محرز الان لا هل لا هما اهم من من اللاعبين اللي كانوا في مرحله الثمانينيات لا لاعب كبير ونقول لك بصراحه يعني تلعب في ليستير ووسائل الاعلام تتكلم عليك يعني نقول يعني هذا يعني خارق للعاده خارق للعاده محرز شوف باللي خارق للعاده ولكن واحد اخرين قالوا باللي هذا لاعب عادي لا 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 مش عادي يعني انسان ما يكذبش اليوم تلعب مثلا في نادي صغير ولا تلعب في باريس سان يعني مش نفس الاهتمام مش نفس يعني لاعبين حتى هذا بنزية لما اللي عندنا يلعب في المنتخب يعني في بوردو مش اي واحد يلعب في بوردو بصراحه مم. يعني ما نقدرش نقولوا ما ي... مثلا ضجه كبيره وهو زميلك في كره القدم على كل حال علي بن شيخ لما يتحدث عن رياض محرز ما رايك في كلامه لما يقول لاعب عادي وعلاش راكم تنفخوا فيه وعلاش والله انا علي بن شيخ صاحبي وصديقي وأخويا وعشنا كيف كيف وكل واحد رايه يعني ما نقدرش انا نقول لك يعني على بن شيخ اذا صح ولا خطا هو رايه هكذا يشوف هكذاك وحنا لا يعني ما نشوفوش حنا لا ما انت تشوفوا لاعب كبير وهو لا ينظر اليه لاعب كبير معناتها انت تشوفه لا لا مع انت بلي اخطا لا لا لا, لا <تصفيق> <تصفيق> اخطا <تصفيق> <تصفيق> والله هذا فخ هذا آه لا, لا لا صح, صح سيدي نسالك باش ما يقولوش انا ما نحبش علي بن شيخ ولا هذا لا لا عكس انا احترم علي بن شيخ ولكن أن يدي الكرة الذهبية لأحسن لاعب في السبعينيات والثمانينات، هل توافق على أنا هذا؟ أنا كنت خلال كنت في كنت في الصالة ويعني آه. صفقت أش... عليه؟ كنت صفقت عليه لأنه كان لاعب كبير يعني لا صفقت عليه لأنه كنت موجود في الصالة وفي قلبك حاجة واحدة أخرى والله والله يعني سؤال صعب لأن بلشيخ كان لاعب كبير يعني طيب كان لعب لاعب كبير أوكي أنا نهضر على هل يستحق أحسن لاعب في السبعينيات والثمانينات؟ والله كانوا نجوم كانوا نجوم بزاف كان بلومي كان ماجار كانوا يعني لاعبين كبار كان يعني هو لا يستحق مش لا يستحق ولكن اذا استحق هو يستحق لاعبين واحد اخرين يعني ولكن يستحق بن شيخ يستحق يعني التقدير يستحق يعني اشياء يعني كبيره ولكن ماهوش اي لاعب انت لي هذه وظيفتنا كره القدم تشوف اللي ماهوش اي لاعب كبير يستطيع ان يحلل بشكل صحيح يعني دائما كاين هذا اجتهاد يخطئ و قد يغلط في محرز، قد يغلط في الفريق الوطني. والله بعض المرات الواحد لما يلعب مثلا تشوف اليوم ميسي في الكرة الأرضية واحد ما يقدر يغلط بصراحة، لما واحد يلعب في بوردو صعب تغلط، أنا بصراحة يعني ما نقدرش نتهم ناس ونقول لك هذا ما لعبش في وسائل الأعلام كل العالم يتكلموا على رياض محرز يعني بصراحة يعني ما نقدرش أنا نخالف لا يزعجك باش نغلق ملف علي بن شيخ، لا يزعجك ان علي بن شيخ هو اللي خاطف الاضواء الان كمحلل رياضي في حين ان هذه مهنتك ايضا الان مع تم مع الشروق كمحلل رياضي وعندنا ربح ماجر وعندنا قنوات اخرى فيها لاعبين ومدربين ولكن انت لا يزعجك انه علي بن شيخ هو اللي يدير الانظار اكثر. لا احنا احنا لما احنا لما مثلا قبلنا نحال في البلاطوات هذه صافي بارتي دي كومبا أنا باش لان كنت معروف انا لما كنت نلعب عشر سنوات اليوم علاش يعرفوني الناس. خلاص يعني كنت صغير يعرفوا اليوم جيل اللي يستحق المعرفه احنا عندنا كومبا 5 كومبا كومبا ممتاز قلت لي باقي سؤالين خطيرين في دخلنا في المنطقه 18 متر قلت لي عندك فرنسا تزعج كلمه فرنسا ولكن ابنك لاعب في فريق فرنسي لا 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 مش قصدي هذه قلت آه احنا الجزائريين يعني آه لا قلت لي فرنسا آه ما نحبهاش وما نحبش واحد يلعب لا لا في فريق فرنسي ابدا ابدا او يكون نتاج مدرسه فرنسيه لا 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 ابنك عبيده عبيده ما في فريق فرنسي استل فرنسي؟ لا في نادي يعني نادي بصح فرنسي فرنسي معناتها انت قلت لي انا لو يتخرجون لا احب من يتخرج من المدرسه الفرنسيه قلت لك احنا الجزائريين لما نتكلموا اسم فرنسا يعني عندنا الاثار هذاك يعني دا الاستعمار تاع ولكن بلد يعني كما بلدان تاع العالم ممتاز أيوة. البطاقه الحمراء اذا اعطيتك بطاقه حمراء وقلت لك لما تخرجها محمود قندوز الان لما تخرج البطاقه الحمراء في الساحه الرياضيه الجزائريه الساحه الرياضيه اه الى حبيت تقول اسماء قل اسماء والله البطاقة بطاقة الحمراء يعني نعطيها لصديقي واخوي حافظ دراجي اها حفظ الرجوج دخلوا في الساحه بصراحه يعني روج الحمله تاع كره فريق تاع الجيل تاع 82 و 86 وكان عنده مشكله مع ربح سعدان فقط والله بصراحه انا نقول لك يعني آه. هذه جات فرصه نقول يعني تراجع على هذه الفكره نتاع <applause> لان كنت في كاس العالم في 2014 في كنت محلل في قناه اسمها سكاي نيوز عربيه ابو ظبي <applause> بعد مباراه المانيا او كوريا قال كلام يعني مش مليح على جينا مش على محمود لان <applause> يعني اخويا حافظ قال ان هذا الفريق يعني يمحي اسطوره 82 وهذه ما عندها حتى علاقه مع هذه بصراحه ن... صراحه يعني الكره اللي يكرهونا احنا يعني 82 هذه هذه يعني مش نقول لك احنا احسن ولكن ندافع على على جيل كنت تنتمي اليه على جيل ما طلب ولا شيء يعني كان كون كونسيديري هذه كوم ان دوفوار يعني ما كان عندنا حتى شيء وهذاك الشيء يعني احنا كونتنا جزائر يعني لما اليوم نتكلموا نقول كنا نكون الجزائر كانت تكون لاعبين بمستوى عالي وهذا الناس حبوا يمحوا هذيك الشيء يعني تشوف هذه المشكله تاع الاجيال هذه مشكله اختلقها البعض وتشوف اللي وتبعها أنا... وتبعوها الناس مم. ويعني يلعبوا بالعاطفه وهي غير موجوده هذه المشكله تاع الاجيال احنا يعني مثلا الجيل نشوفها و... في عيونكم محمود قدوز ابدا في عيون ربح ماجر عندما تسعد الجماهير بمحرز وسليماني تشوفها في عيونك انت وهذا من حقك لانه انت صنعت مجد في سنوات سابقه تشوفها في عيون علي بن شيخ ايضا لما يتحدث على محل لا لا لا, لا 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 ولكن يجب أن نقبل أبداً قواعد الحياة هذه هي أبدا أبدا يجب أبداً أن نحترم القديم حبوش يعني الجديد حبون القديم لا تفرط فيه في نهاية المطاف ولكن مش كل أخي العزيز لأن بصراحة راكم عرفتونا إذا كان اليوم إحنا تكلمنا على جيل أو جيل أو سبينا جيل أو سبينا واحد يتقدم في البلاطو ولا نسبوا ولا نشتموا ندافعوا بس على كورتنا وهذا بقى يعطيك الصحه محمود قندوز اللاعب الدولي شكرا. السابق والمدرب ايضا يعطيك الصحه على كل هذه الاجابات بكل صراحه وجراه شكرا لكم انتم ايضا مشاهدينا الاعزاء والسلام عليكم